العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. طائرة كبيرة ما عندها جناح تفيد فتصعد خلاص، لازم نذبل السكرات ونبيع الطائرة إذا قيمتها 5 ملايين نبيعها 10,000 دينار. كذلك إنسان كامل ليس له قلب يفيد هذا الإنسان؟ لازم نذبه تحت التراب المقبرة خلاص. سيارة ما عندها سكان تمشي أبدا، لازم يذبوها بالشنو؟ بالسخراب، حتى يودوها في الخارج يصبوها مرة ثانية فتصبح سيارة جديدة أو شيئا آخر. أي شيء إذا مو كامل لا ينفع. الإيمان نفس الشيء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. أنت إنسان طيب، تصلي وتصوم تحج تخمس وتشرب، يفيد؟ قل لي يرى الله في القرآن يقول هذا الشيء، ها مو أنا أقول، يقول فجعلناه هباء منثورا. كل راح في أمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، مو مخلوط بالظلم، ظلم على الناس والظلم على النفس، لأنه كلاهما ظلم. يصلي ويصوم ويشرب، يصلي ويصوم ويلعب القمار ويزني والعياذ بالله، هذا ظلم نفسه. يصلي ويصوم ويقتل الناس، يصلي ويصوم ويؤذي الناس، يصلي ويصوم ويسرق أموال الناس، نفس الشيء مغفر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن، وإلا وان محرقة في أمان الله يودون محرقة. هذا في المثال فرد قطعة تاريخية أنقل لكم، لكن على شرط تطالعون، أنتم كلكم مثقفون لكن قليل المطالعة أظن. الإنسان في الحقيقة يجب عليه أن لا يصرف وقته وحتى القطرة، هذه القطرة لها جدا قيمة، كل قطرة من حياتك، كل دقيقة، كل ذرة، كل ثانية، إذا عرفتها، إذا عرفناها. أكو فرد رجل في التاريخ الحديث جدا مشهور ونسمع اسمه في الإذاعات، في التلفزيونات، في الصحف، في كتب المدارس، في التمثيليات، في السينمات، لكن هذا الإنسان من؟ صلاح الدين الأيوبي، الرجل الفاتح العظيم تسمع بالإذاعات. لا لاحظ تاريخه، الآن كنت أسمع له في إذاعة ما فرق مدح. الآن إذا ما كان يخشى الله هو الملقي كان يلحقه بصفوف الأنبياء والمرسلين. هذا صلاح الدين الأيوبي في الحقيقة عنده فرق التاريخ سيء إلى أبعد الحدود، لازم المسلمين يخجلون من ذكره إذا كان فيهم الوعي والشعور. أقول لكم موجز عن تاريخ صلاح الدين الأيوبي، حسناته وسيئاته، وراجعوا التواريخ، مو من تسمع وتشوف في كتاب عادي، لا راجع تواريخ المطولة، شوف أحوالي فيه. أنا مراجع تاريخ وما أقول لك عن إنسان، لكن شنو تاريخ؟ كان ذاك اليوم في مصر حاكم وحكام يسمون بالحكام الفاطميين. هؤلاء حكموا مصر وحكموا سوريا وأسسوا العلم، ويكفي شاهدا على ذلك أزهر من بنائهم من تأسيسهم، وكانت لهم مركز كبير ومكتبة ضخمة تسمى بدار الحكمة.
دار الحكمة فرد مكتبة ضخمة في ذلك اليوم، وأنا أستبعد إلى الآن في القاهرة أكو هالشكل مكتبة ضخمة. وهذول كانوا مهيئين في الحقيقة فرد شيء غريب. الآن في جامعات العالم يوجد هذا الشيء، هذول قبل 1000 سنة سووا هذا الشيء. هذول كانوا جاعلين مكتبة دار الحكمة الضخمة مركزا لمختلف البحوث. أي إنسان يريد يناقش مثل هايد بارك في لندن الشكل، راجع التاريخ، هايد بارك قبل هايد بارك إنجلترا، أي واحد يجي حر فيما يقول، مسيحي يهودي، يسب الملك الفاطمي الخليفة الفاطمي، يمدح يذم يناقش مجوسي شيعي سني، هايد بارك. وبيدهم هؤلاء رجال عمران، رجال علم، رجال تأسيس، من تأسيسهم القاهرة، القاهرة الموجودة الآن هذه تأسيس الفاطميين. قبل الفاطميين هذه كانت صحراء، وإنما الفاطميون هم الذين جعلوها قاهرة. صلاح الدين الأيوبي هو رجل كما نعرف سني متعصب، لكن هم ما يديرون بال للسنة والشيعة، جعلوه القائد العام لقواتهم. أحسن من هذا الشيء يريد؟ يعلمون أنه متطرف في التسنن، كل سنة هم متطرفين، لكن مع ذلك رأوا فيها كفاءة، قال لا بس هو القائد، هل جعلوه قائدا عاما، وأرسلوه إلى الصليبيين الذين كانوا الفاطميين يحاربونهم، لأن الصليبيين عن المسيحيين هؤلاء جاءوا واستولوا على أن على القدس وعلى فلسطين في ذلك اليوم. أرسلوه قائد عام بجيوشهم الفاطميين إلى أن إلى محاربة الصليبيين، وحلف بالله، لأن كل قائد عسكري يحلف كما تعلمون أنه لا يخون. جاء إلى سوريا، استحواه الملك، لا أكثر ولا أقل من هذا، وأي مدح سمعت له رجع التاريخ شوفوا الصحيح، أنا أقوله مو صحيح. استواءوا الملك سوى انقلاب عليهم، انقلاب على من؟ على الفاطميين. قطع سوريا عن مصر، هل عمل؟ هذا دعنا عن الحلف العسكري والشرف العسكري، ودعنا عن كل شيء. إذا إحنا قسمنا قوتنا الوحدوية أمام الأعداء المتوحدين قسمناه قسمين، هل نقوى عليهم؟ يعني كانت قوة موحدة سوريا ومصر، بعد ذلك صارت شنو؟ قوة موسعة لا شك فيه. والصليبيون بملوكهم كلهم وراء الصليبية، وهذا أول شيء سبب تجزئة في البلاد الإسلامية. واحد جاء وقسم الكويت قسمين، بعد الكويت عنده قوة؟ هذا أول شيء. في الحقيقة هذه الأشياء إحنا لماذا الغربيون يستهزئون بنا؟ لأن يشوفون نمدح من لا يستحق المدح، وننفخ في من لا يستحق النفخ. يشوفون هذول عقلياتنا هالشكل، عقليات هاي عقلية حقيقية. إنسان يقسم بلده قسمين لأجل تعصب المذهبي أو لأجل استهواء الملك، زين قسمه قسمين، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، جاء إلى علماء الشيعة وقتل الذريع فيهم، راجع التاريخ شوف كم عالم قتل في بلاده التعصب. الآن إذا لنفرض حكومة شيعية كحكومة إيران يقتل لك عالم سني، أو حكومة مثلا سنية كالعراق يقتل لك عالم شيعي، هذا شنو الدنيا يقولون حوله؟ ما يقولون هاي شلون حكومة متعصبة؟ شربت عالم فقيه في بيت قاعد، أنتوا شايفين الفقهاء كلهم قاعد في بيته يدرس يدرس كذا من هالقبيل، لكن حقيقة هذا الرجل أنا ما أدري شنو أعبر عنه. قتل علماء، أول شيء أنه جزأ البلاد الإسلامية جزئين. الشيء الثاني قتل العلماء. الشيء الثالث أحرق المكتبات، راجع التواريخ كلها شوفوا إيش كثر مكتبة أحرق، لأن فيها كتب الشيعة لا أكثر ولا أقل. عمي هسه كتب الشيعة تبي تحرقها، يقول لجيشك الكبير يطلعون كتب الشيعة أحرقها وأبقي غير كتب الشيعة.
لأن مكتبات على الفعل هالمكتبة مال الرسول الأعظم هذه بس مية كتب الشيعة، كتب الشيعة أكو، كتب السنة أكو، كتب اليهود أكو، كتب المسيحيين أكو، كتب التركيفيين أكو، كل شغل كتاب في المكتبة موجود. هاي مو ثروة أحرقها. يقولون لأول مرة في التاريخ الإسلامي يحرق هالكمية من الكتب، لأن الفاطميين كانوا محبين العلم والعلماء، وكانوا على أنه يوفرون كل مكان مكتبات ضخمة. أحرق المكتبات مو لازم. تجزئة البلاد الإسلامية الشيء الأول، قتل العلماء الشيء الثاني، إحراق المكتبات الشيء الثالث، ثم وقع دب في الشيعة يقتلهم لأنهم شيعة لا أكثر ولا أقل. هذا الشيء الرابع، فرد أشياء وحوش البرابرة ما كانوا يسووها، وحوش البرابرة مليون شيعي قتل لأنهم شيعة. البطل المجاهد المنتصر اللي نفتخر به في إذاعاتنا وفي صحفنا وفي مدارسنا وفي كتبنا، وهذا الشيء الإخوان السنة كاتبينها مو الشيعة كاتبينها، رجعوا التاريخ السنة شوف، قتل الدق في الشيعة قتلهم وشردهم أرقب المشهور. هذا الشيء الرابع، فاطميين أرسلوا إليه، شوف حقيقة إنسانيتهم وهذا الرجل الناكر الجميل، الفاطميين أرسلوا له ما يخالف، احنا على انك فصلت سوريا وفعلت فيها ما فعلت، احنا مقابل المسيحيين واحنا نزودك بالجيش ايضا حتى تحارب الصليبيين. قال لا حاجة لي في جيشكم. شنو تحارب؟ لا حاجة لي في جيشكم. هذا الخامس. شنو النتيجة صارت؟ النتيجة صارت انه قوة معدة، لكنه مات صلاح الدين وأكبر أكثر البلاد تحت إشراف الصليبيين باقيته. خلاص هاي النتيجة طبيعي. ما أعتقد. لا قوة علمية، مكتبات احرقت. لا قوة علمائية، العلماء قتلوا. لا قوة شعبية، الشيعة قتلهم. لا قوة دولية، لأن الدولة جزاها جزئين. لا قوة يفهم الفاطميين أرسلوا إليه على أنه إحنا مستعدين مع كل هذا إحنا نزودك بالجيش حتى تحارب الصليبيين. قال لا حاجة لي في جيشكم. تمكن من إنقاذ القدس. قدس شيء طبيعي، فرد قطعة من الأرض إنسان ينقلها، وكل حاكم فرد قطعة يغنى إلى بلده إلى مملكته، هذا شيء طبيعي. ومات صلاح الدين وأكثر البلاد تحت نفوذ الصليبيين، هذا هو خلص أكبر ولا أقل منه. هذه خمس أشياء. الشيء السادس الأنكى من هذا، لما أراد أن يموت عدة ثلاثة أولاد جاء بهم وقسم بلاده بينهم كإرث. يعني شنو؟ يعني لا سمح الله مثلا الكويت جاء له ولد قال من صليب خاطر أفوق لك، والولد الثاني من صليب خاط إلى الأحمد إليك، والولد الثالث من أحمد إلى فوق إليك. شنو صار؟ يعني تجزئة في تجزئة في تجزئة في تجزئة. هؤلاء ضعفوا أمام الصليبيين وصار بينهم فتن وحروب. في البلاد الإسلامية بلاد تقسيم أصلا؟ أكو في الإسلام فرد مكان تقسيم في البلاد الإسلامية؟ البلاد الإسلامية شيء اللي في القرآن أكو أمرهم شورى بينهم بالمشورة لازم يعينون حاكم من بعده في أمان الله. وفرد فضايا وفرد فجايع، لازم تقرأ التاريخ حتى ترى تفصيل هذه الفجايع الست التي نقلناها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. بعد هذا أيمن الحكام اللي الآن يسبون، لماذا يسبون؟ هم عد مشاريع وعد مؤسسات وعد كذا وشيء. تعال اجمع حكام العرب اللي يسبون أنوار السادات بسبب منهم، عد كل شيء. لأنه لماذا تروح تتفق في كام ديوت؟ لا أكثر ولا أقل من هذا. وإذا رأينا أنوار السادات قسم مصر إلى قسمين، شو تقول فيه؟ لا سمح الله، شو تقول فيه؟ غير قتل العلماء، غير حرق المكتبات. في الإسلام ما توفى حرق المكتبات. أي مكتبة حقيقة ما تعلم من أساتذته ولا تعلم من رسول الله، أساتذته في دار الحكمة كل الكتب كانت موجودة. هاي الطرح مال ذلك اليوم، هاي الطرح تعلم منا مو منهم، منا. لكن احنا سويناها هاي الطرح هالشكل، هم سويناها هاي الطرح هم الشكل اللي صاروا مفخر للعالم، مفخر بريطانيا. شنو هاي الطرح؟ لا أكثر ولا أقل. مفخرهم حرياتهم، بحوثهم، مكتباتهم، علماءهم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. في الحقيقة إحنا لا نعرف أشخاص، إحنا نعرف مبادئ فقط. المبدأ صحيح، المنهج صحيح، الطريقة مستقيمة. نحن نعرف النبي الأعظم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمر عليكم عبد رأسه كزبيبة يعمل بطاعة الله فاتبعوه. مو مهم شكله، مو مهم نسبه، مو مهم حسبه، مو مهم هيكله ورأسه. لو أمر عليكم عبد رأسه كزبيبة يعني الصغر، لكن يعمل بطاعة الله اتبعوه. كفارات طاعة الله يعني شنو؟ طاعة الله يعني الكفارة، لا أكثر ولا أقل. أما تعذر الإنسان سمين وطويل وعريض وكل شيء لكن لا يعمل بطاعة الله، هل هذا ينفع؟ نحن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال في كلمة الله في نهج البلاغة: وأني أوصل أصدقاء في الحقيقة بنهج البلاغة. نهج البلاغة كنز أثمن من نفط الكويت، لأن نفط الكويت عمرها إلى الآن 30 سنة، بعد إن شاء الله يبقى 70 سنة، بعد يصير 100 سنة. أما نهج البلاغة إلى الآن عمره 1350 سنة، ويبقى فرد 10 مليارات من السنوات. الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. من قال هذا الكلام؟ شو خصك؟ مو مهم، كلام صحيح، قال العدل صح، خلي يكون فرد عبد أسود. قال الظلم باطل، خلي يكون أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة احنا دائما يجب أن نكون نفحص عن الأمور ونعرف لماذا غربت شمسنا، لأن غروب الشمس لها رواسب ولها خلفيات ولها أرضيات. قطر لا تغرب أمة وقطر لا تشرق أمة. شروق أمة لها خلفيات، غروب أمة لها خلفيات. هالأشياء عندنا احنا في تاريخنا، وهذا هو الشيء الذي يسبب أننا نحن المسلمين تأخرنا، لا أكثر ولا أقل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن. وهذا الشيء، هاي القصة نقلناها هذا طبيعة الحال حتى تكونوا على علم، وإن شاء الله إذا وصلتوا إلى مرحلة القلم لازم تنشرون هذه الأشياء حتى الغربيين لا يأخذون علينا، الدنيا لا تأخذ علينا، لأن هذين في الحقيقة كلها مآخذ من الدنيا على المسلمين. هذا الشخص اللي تقدر هذا الشخص، فأنت غير مؤهل، أنت غير قابل. أما إذا بينا أن هذا الأشخاص إحنا لا نقدرهم مقدار جناح بعوضة أبدا، بالعكس، إنما نقدر نحن المخلصين، نقدر الصالحين. شوف أبو ذر الغفاري، هذا الرجل لا عنده حشم، لا عنده خدم، لا عنده ملك، لا عنده مال، لا عنده أي شيء، ومات في الربذة. شو نقدره؟ لماذا نقدره؟ لأنه كان يقول الحق. مو احنا مقدره، غربيين كاتبين كتب حوله، غربيين كاتبين حول ابي ذر الغفاري، لشخصيته، لديمقراطيته، لدعوته الى الحق، لدعوته الى العدل. اما تعال جيب رجل المكتفي بالله العباس، المؤرخون يذكرون. حقيقه انا ارجو الاخوان يقرؤون تاريخ الخلفاء العباسيين والخلفاء الامويين حتى يعرفون هذول لماذا نحن لا نخلص لهم ولا نحبهم، ولماذا بلادنا تاخرت. المكتفي أو المستكفي بالله العباسي، هذا لما مات تعلمون في خزائنه شنو كان؟ يذكرون في أحواله أن في خزائنه من الثوب الفانيلة اللي يلبس تحت الثياب كم واحد زين؟ 4 ملايين، 4 ملايين. المستكفي بالله العباسي لما مات تحت الثوب الفانيلة ماله اللي يلبسه تحت ثيابه 4 ملايين، طبيعي. وعندنا رجل مات وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكان مديونا 3/4 مليون، 3/4 مليون الإمام كان مديون لما مات، مع أنه كان يأتيه الذهب والفضة كالسيل، مع ذلك لما يموت 3/4 مليون مديون. احنا لماذا مخلصين لعلي بن أبي طالب؟ وإلا لا، مستكفي بالله العباسي أم رجل له رأس وعينان وأذنان ولسان ويدان ورجلان. علي بن أبي طالب نفس الشيء، لكن لمبادئه، لعدله، لصدقه، لاستقامته، لتوجيهه للحياة، لعمرانه، لهالأشياء نحب علي بن أبي طالب.
صلوات الله عليه. وأي إنسان في الحقيقة نحن نحبه لصفاته الطيبة. حاتم الطائي هذا كافر، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أولاده سبايا في قصة طويلة، النبي قال هذه الكلمة هناك: أكرم عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال. هذه كلمة رسول الله هناك. قدر حاتم الكافر لأنه كان كريما، قال إن هذا من خلق الأنبياء أخلاقه. المعيار عندنا نحن كلمة رسول الله، مقدار شبرهم لا نحيد عنه. لا فضل العربي على عجمي ولا الأحمر على أسود إلا بالتقوى. وحتى هالمعايير اللي الآن أكو، معيار القومية ومعيار المعايير البعثية ومعيار الشيوعية ومعيار الغربية ومعيار الشرقية، هذين كلها سببت تأخر المسلمين. هالتأخر اللي نشوفه تقسيم البلاد وحرب بين هذا وهذا، وأنه أنا هالشكل وهذا هالشكل وهذا هاللون. إحنا عندنا مبدأ واحد، طريقة واحدة، والإسلام فقط. والإسلام يقول بالكفاءات بالتقوى. وتدري يا يوم يظهر هذا الشيء؟ يوم اللي كل نار إحنا هنا خلاص. تشوف للمال، للإسم، للشهرة، لأي شيء ينفع. الإمام أمير المؤمنين ما أدري ياهو منكم يروح للمقبرة، هذا مستحب شرعا إنسان يروح للمقبرة حتى يعتبر بالأموات، حتى يعتبر بهؤلاء الذين هم تحت التراب. وفرد يوم هنا كانوا قاعدين ها نفسهم. سيد مرتضى تذكرون كل اللي يجي هنا كان يقعد الآن أي خلاص تحت التراب. فرد يوم معنا، فرد يوم شيخ إبراهيم، فرد يوم ملاك يلاك، وكلنا تحت التراب ذات يوم. هناك لما الإمام أمير المؤمن راح للمقبرة وخاطب الأموات، في الحقيقة كلمة جدا مثيرة الإمام خاطبهم. الإمام قال لهم: أما النساء فقد نكحت، زوجاتكم شنو صاروا؟ تزوجوا بعضكم خلاص. وأما الأموال فقد قسمت، أموالكم اللي ليل نهار كنتوا تتعبون لها شنو صارت؟ قسموها. وأما الدور فقد سكنت، الدور اللي بنيتموها شنو صارت؟ سكنت. هذا الإمام قال لهم للأموات: هذا خبر ما عندنا. فما هو خبر ما عندكم؟ شنو أنتوا أخباركم؟ ثم الإمام أجاب عن قبل الأموات بكلمة، قال: لو أنهم نطقوا لقالوا ما وجدنا شيئا خيرا من التقوى. رأينا كل شيء انتهى، وبقي فقط صلاتنا، صيامنا، حجنا، خمسنا، صدقنا، أمانتنا، وفاؤنا، حياؤنا، مسجدنا، حسينيتنا، كتب ديننا. التقوى بقيت من عندنا، وإلا كل الاعتبارات العالمية انتهت. فرد شعركو مال أحد الشعراء الإيرانيين، شعر جدا جميل مال بابا طاهر، اسمه الشاعر بابا طاهر، حقيقة فرد عبرة كلش كبيرة كلش كبيرة. يقول: بقبرستان گذر کردم كم و بيش، بديدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن افتاده بر خاک، نه دولتمند برده یک کفن بیش. یعنی مررت على المقابر مكررا، رأيت قبور الأغنياء ورأيت قبور الفقراء، رأيت قبور الأمراء والملوك ورأيت قبور العاديين. لم أرى أن فقيرا في قبره بلا كفن، ولم أرى غنيا أو أميرا في قبره بكفن أزيد من كفن واحد. كلهم هذا هو خلاص، اعتبارات الدنيا انتهت. بقبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. دولتمند عن الثري، عن الغني، عن الامير، عن الوزير، عن الشخصيه. الدرويش عن الفقير، عن الشعب، عن الانسان العادي. بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن افتاده بر خاک. للدرويش، للفقير، للشعب، للإنسان العادي بلا كفن واقع
نه درویش بی کفن افتاده بر خاک، نه دولتمند برده یک کفن بیش، دولتمند الغنی الثری شخصی هم کفن واحد لا اکثر ولا اقل. لذا في الحقيقة الإنسان ما دام في الحياة يجب أن يتذكر هذا الشيء، ويجب أن يفكر في التقوى ليل نهار، وأن يكون مستقيما في لسانه في عمله في كل شيء، لأن الاستقامة هي التي تنفعه هناك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.